رجعنا معكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية حتى نستمر في فقراتنا اليوم في برنامج رمضان الخير عبر شاشتكم الإي وان جوردن. وخلونا نرحب طبعا بضيفتنا، وهي يعني الآن مش ضيفة، هي صارت جزء من هذا البرنامج حتى نتحدث في أمور كثيرة بتخص التغذية وتخص صحة الإنسان وخصوصا في شهر رمضان المبارك، أخصائية التغذية الأستاذة منى اليسير، وحديثنا اليوم عن التمر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. طبعا نحن هلا بدنا نحكي ان شاء الله اليوم عن التمر. التمر طبعا في انواع كثير من التمر، بس نحن حنحكي التمر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بقول من تصبح سبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سما ولا سحر. فشو تمر العجوه؟ هو في انواع، في تمر الانواع. هلا هو حدد النبي صلى الله عليه وسلم تمر العجوه. تمر العجوة حتطلع هلا عنا صورة نشوف. أيوة، هذا هو تمر العجوة. هو صغير، يعني تقريبا كل حبتين كل حبتين منه تقريبا من حبة التمر الكبيرة اللي بنعرفها. فهذا هو تمر العجوة اللي حدد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللي بيتصبح فيه، يعني اللي بيأكل سبع تمرات عجوة عالريق لا بصيبه، يعني ما بصيبه سم ولا سحر. كيف؟ بس هو أنا شايف لونه أسود، يعني قبل ما تخلي كمل حديثك، اللون هو هيك ولا هو لونه مش مثل مثل العادي. هذاك لونه شوي لونه دارك. ايوه، وحجمه اصغر. يعني طبعا يعني هلا، بس هو سؤال سريع اساس تكملي، انه هلا لما واحد يروح يطلبه من محل تمور، شو يحكي له بالضبط؟ يقول له بدي تمر العجوه. تمر العجوه، مش التمر عادي، تمر العجوه. اوكي، هذا تمر العجوه رح احكي عنه. يعني اللي نحكي اللي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بتصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. بس تحديدا هذا النوع، بس هذا النوع هو حدد. يعني لو اي نوع ثاني ما بيزبط انه انا اكل. لا، هو في انواع طبعا، اكيد في انواع كثير. في عجوه المدينه وعجوه هو ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه او من اليمن. هذا الاسود الصغير فينا ناكل اي نوع تمر سبع تمرات وبتتحقق حديث عجوه ولا العجوه؟ لازم ايوه لازم تجيب العجوه. العجوه للصغير هو في يعني رح يبين، يعني الخبير التمر حيقول لك هذا العجوه غير شكله طبعا. عن هي رحمه بجزء من الله انه هي اصغر الحبه طبعا كتير. بس أيوة. منى، لانه في اتصال. حنواصل بعد الاتصال. نيفين. نيفين، الو، كيفك نيفين؟ الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، مبارك. الله يسلمك. من وين بتحكينا يا نيفين؟ الله يسلمك. من وين بتحكينا يا نيفين؟ من السلط. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك والله. نيفين، حابه تسالي الاستاذ منى؟ والله يمكن بدي اسالك سؤال. بدي اسالك يا استاذ، زياده الوزن تعتمد على الاكثار من الوجبات الغذائيه ولا على نوعيه الاكل بشكل عام؟ يعني زياده الوزن تعتمد على زياده عدد الوجبات ولا نوعيه الاكل؟ ايوه، زياده عدد الوجبات او نوعيه الاكل. طبعا سؤالها نيفين ايش بس؟ نيفين بتقري من السلط. نيفين؟ نيفين ما سمعنا صوتك، ما سمعنا اسمك. نيفين الدبعي. الدبعي، طيب. سؤال نيفين كتير حلو، لأنه هو يعني يعني ملم وشامل للدايت طبعا بشكل عام. إنه كيف كتير ناس بتسأل، هل إنه عدد الوجبات أو كميات الوجبات هي اللي بتأثر على الوزن وزيادة الوزن ولا نوعيتها؟ لا، هي طبعا نحن زي ما شرحت دائما في كل لقاء بقول عن حمية اللقيمات. هاي الحمية اللي حددها النبي، بقول إنه ثلث لطعامه. هلا يا نيفين، هي طعامه ما حدد إنه قال طعامه من النشويات، طعامه من، لا هو ثلث، بس الفكرة تحددي كمية. فإذا أنت انتبهتي لكمية طعامك وشربك طبعا، هو قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا أنت حددتي كمية طعامك اللي هي الثلث، اتفقنا هي كوب ونص طعام. من أي نوع طعام، يعني محطوط على السفرة. نعم، المتواجد على السفرة أي نوع طعام. فشو حتكون مثلا أمثلة على كوب ونص؟ ممكن تكون يعني كوب، الكوب هو 250 مل، كوب من الأرز وقطع الدجاج مع كوب، هلا هي خلصنا، هي كوب ونص طعام، وكوب ونص الشراب اللي هي كوب شوربه او سلطه هلا في رمضان او ما. اكيد طبعا تكون السفره مليئه بالشوربه والسلطه. أيوة، يعني طيب. متكامله، خلينا نحكي متكامله. نعم. هلا فهي الفكره هاي انه نحن بس، او ممكن تكون اذا مش عاملين رز، رغيف خبز وقطع الدجاج. طيب هنا معنا اتصال بس وحنكمل المعلومه. منال. الو منال، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. اهلا بخير يا ربي، ان شاء الله بينعاد علينا وعليك بالخير ان شاء الله حبيبتي، علينا جميعا. الله يسلمك. كيف رمضان معاكي؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. يلا تفضلي تفضلي. بدي اسال خبيره في نفس نوعيه التمر اللي عزوه حبته صغيره، بس بيجي مش يعني هيك لونه على غامق، بيكون شوي افتح، يعني زي على السجائر شوي، نفس النتيجه ولا يعني الا يكون لونه حبه التمر على سواد كثير؟
طبعا لا هو مش الفكره اسود، والفكره انه اسمه تمر العجوه. بدك تسالي خبير التمر تقولي لي بدي العجوه. هلا لونه بصراحه انا يعني ما بعرف انه ممكن يكون اسود ممكن، بس هو الفكره انه تمر العجوه، فمش انه الفكره لونه اسود، اسمه تمر العجوه. هذا مو اسود. بتعرفي ليش الناس بتسال؟ لانه بعض هلا انت شايف التجار يعني نصهم ذمه والضمير بحطوه في البيت وبيطلعوا المحل، فانت بتيجي مثلا يعني ما بتعرف الموضوع، بتقولي بدي تمر العجوه اللي اخبر عنها الرسول، بدو بعبي لك، فانت لازم تكون عندك معرفه بالنوعيه. طيب هلا هي الاشهر شيء هلا بتمر العجوه عجوه المدينه، فهي هاي اللي قاعدين يعني هي اللي اكثر شيء تصدر. هي تصدر موجوده في محلات التمر. شفتيها؟ هي نعم. في لما حكيت المحاضره وشرحتها للناس فانا كنت حاطه التمر العادي. نعم. فجابوا لي تمر العجوه. تمر العجوه صغير جدا يعني تقريبا مثل عقله الاصبع. نعم. يعني صغير. عشان هيك تقريبا 3 حبات او حبتين عن حبه واحده. عن حبه واحده، لان تخيلوا لو اكلنا 7 تمرات عجوه من الكبير. نعم. طبعا اللي عنده سكر تصديق لكلامك احنا انا كنت اعملها الحبه الكبيره هاي اكل 7 اصير الف. طبعا مش اي حدا بيقدر، خصوصا طبعا انا هلا اللي مشاهدين اللي بسمعونا اللي عنده مرض سكري وهيك لا نحن ما بننصحه يعني انه يعني لازم يجيب هلا 7 تمرات عجوه يعني بعد السكري وهيك ما اكيد طبعا مشاهدينا يرتفع المرضى بالسكري رجاء يتجنبوا هذا النوع من الطعام. يعني احنا بنحكي عن الناس اللي عادي ما عندها اي حالات طيب. مرضيه. هناخذ الاتصال. اخت مرفت. الو مرحبا. يا هلا كيفك؟ تمام. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. بدي اسال الخبيره. تفضلي. هلا بدي اسال السؤال انه التمر بزيد الوزن؟ طبعا التمر شوفي هو ما في شيء معين بالمأكولات بتزيد الوزن، يعني نقول هذا بيزيد الوزن هذا بيقلل الوزن، هو الفكره انه نحن الكميات. نعم. هلا اذا بدك تاكلي تمر، هلا اللي عندهم مهتمين بقضيه الوزن مثلا ياكلوا حبه واحده مش اكثر. هلا اذا جعبالك كل ساعتين، احنا اتفقنا انه كل ساعتين ناكل لقيمات، هاي حميه اللقيمات، تاكل لقيمات ممكن ناكل 3 حبات تمر تعادل حبه فواكه اللي هي متكون يعني زي كانك اكلتي حبه تفاح او برتقال، هي تعادل 3 حبات تمر. نعم. اذا اكلتي 6 حبات معناته اكلتي حبتين فواكه. فالفكره انه نحن نوزع اللقيمات او الاكل خلال اليوم، فاذا وزعت بشكل خلينا نحكي بشكل متوازن، ايوه اذا وزعنا بشكل صح ما بيزيد الوزن. طب لو وزعوا التمرات السبعه هاي مثلا واحد معه سكري وزعهم اكل ثنتين بثنتين بثنتين بوحده طول اليوم، لا لازم صباحا ولا لازم 7 مرات؟ لا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجم، يعني على الريق 7 تمرات قبل ما تاكل اي شيء حتى قبل المي، لانه في نوع من انواع الدايت. أيوة. منى زي ما بتعرفي يكون مي فاتره او روم تمبريتشر بيشربوها. أيوة. روم تمبريتشر. yes. فبيشربوها بتعرفي عشان تنظيف المعده والجهاز الهضمي بشكل عام. لكن صح. التمر هذا حيكون قبلها. لا هلا نحن اتفقنا مرضى السكري ما بندخلهم بالموضوع، يعني هلا بنحكي عن هو يعني بشكل عام من تصبح 7 تمرات. هلا الفكره شو، هلا ندخل بكيف الفوائد 7 تمرات عجوه. نعم. هلا اول شيء ندخل بالشق الاول انه قال لم يضره ذلك اليوم صم. طب الصم كيف انه ولا سحر؟ هلا ندخل بشق تاع الصم. هلا في دراسات بتحكي عن الصم اللي بيقول الدكتور عبد الباسط وهو رئيس جمعيه الاعجاز العلمي، شو بيقول انه جاب مجموعه من الاشخاص. نعم. طبعا احنا الانديكيتر او المؤشر للسم في الجسم هو الكبد. نعم. اذا كان عندك سم عالي في الجسم فبكون الكبد فيه في انزيم اسمه الجاما جي تي، هذا الانزيم اذا ارتفع معناته في عندنا سميه في الجسم. نعم. وهي من انزيمات الكبد. هلا فاذا كان هو الانزيم الجاما جي تي هذا لازم يكون في الانسان طبيعي 50 وحده دوليه. وجدوا الاشخاص اللي عندهم هذا الانزيم يعني قد ايه وحده 500 وحده دوليه، تخيلوا 10 اضعاف الـ يعني الانسان الطبيعي. نعم. فمعناته عنده سميه عاليه في الجسم بالكبد. نعم. فاخذوا هذول الاشخاص اللي عندهم 500 وحده دوليه الجاما جي تي يعني نسبه السم عالي، السم عندهم عالي. أيوة عالي. فاخذوهم واعطوهم كل يوم صباحا 7 تمرات عجوه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشو بقول دكتور عبد النتائج شوف النتائج الان، بقول دكتور عبد الباسط بعد اسبوع لقوا الانزيم بعد اسبوع الجاما جي تي لقوا من 500 نزل ل 300، بس لسه هو 50 لازم بعدين استمروا. ايوه استمروا يعطوهم كل يوم 7 تمرات عجوه، لقوه بعد 15 يوم او بعد شهر نزل من 200 ثم الى الطبيعي.
وبعدين بعد ما نزل للطبيعي صار 50 فكره انه يعني هلا ممكن نسال او يسال المشاهدين طب هلا خلاص انه لازم طول حياتي ياخذ 7 تمرات عشوه عشان يشفى من السم؟ لا تركوهم هذول الاشخاص اللي وصل عندهم الجاما جي تي انزيم الكبد لا طبيعي تركوهم شهر بدون ما يعطوهم 7 تمرات عشوه لا وانه بعد شهر اسولهم هذا رجع يعني ضلوا 50 فمعناته انه مش بس انه يشفي من السم مش معناته انه هو عالجناه وخلص ممكن يرجع لا يشفي خلص للسم بنهي كده ايوه عشان يكون منصفين يعني. عشان يكون لازم جيتوا معك تمرات بصراحه طب منى احنا بس نوضح للساده المشاهدين السميه للجسم كيف تدخل بشكل كتير مختصر السميه طبعا زي ما بتعرفي هي من التلوث البيئي من بعض الاطعمه مصادرها كثيره يعني ما يروح فكرهم انه سم بمعنى سم هي سميه من البيئه اللي بيكون محيطه فيها يعني تدخل لجسم الانسان امراض ممكن في الجلد نفسه تلاقي نوع من السمية بس مجرد توضيح للسادة المشاهدين هلا نوع السم اللي بيدخل هلا زي ما حكيتي بيختلف من حسب البيئة المحيطة يعني هو مش سم مشاهدينا بمعنى سم هو المواد غير صحية بتدخل الجسم هو بتتراكم أيوة تراكمية. هو سؤالي كمان حلو هذا الحكي اللي حكيناه مع دكتور عبد الباسط عم بيحكي عن السم اللي داخل الجسم طبعا. ولكن السم الثاني اللي احنا بنعرفه سم الافعى هذا اللي بدنا نشرحه هلا في برضه دراسات ثانيه تميزه أيوة ما بين السمين في سم فعلا حقيقي زي سم الافعى او سموم معينه وفي سم مجرد تلوثات اطعمه غير فهلا عملوا دراسات عن نوعين الدراسات الاولى اللي حكينا عنها سموم اللي داخل الجسم اللي بتكون متركزه في الكبد وقلنا كيف انه شفتها هلا ندخل لسم الافعى هلا وجدوا في دراسه عندنا بالاردن في كما ذكرها موقع مفكره اسلام اسلام ميمو في جامعه الزيتونه عندنا بالاردن جابوا اشخاص 14 طالب نصهم اعطوهم 7 تمرات عجوة على الريق والتانيين ما اعطوهم فبعد بعد مرور شيء فتره معينه اخذوا سحبوا منهم يعني؟ الدم فسحبوا منهم الدم وحطوا قطره من فم من سم الافعى فحتطلع لنا هلا صوره كيف الدم كيف اول ما حطوا وكيف بعدين يعني لما حطوا السم اتجمد الدم أيوة. في الانسان الطبيعي قادر اشوف يعني الفكره ممكن تجمد الدم لانه عاده سم الافعى بجمد دم الانسان بخليه زي قطعه الثلج قطره من سم الافعى بثواني تجمد تخثر انا قدرت اشوف هاي التجربه على أيوة. فكره لايف وين الصوره بس تخثر الدم بثواني معدوده شوفي مثلا هنا نقطه من دم الافعى على طبعا الدم بيكون سائل تمام. هلا الاشخاص العاديين اللي ما اكلوا 7 تمرات عجوه طلعوا شو راح يصير بدمهم بثواني راح يصير يتخثر لما نحط نقطة من سم الأفعى حيتخثر وتتغير خصائصه ويصير كأنه قطعة واحدة بدل ما يصير سائل صحيح طيب واللي أكلوا التمر هلا أما اللي أكلوا الأفعى هاي أيوة. أيوة شوفي كيف الأشخاص الطبيعيين تخثر دمهم بثواني معدودة وطبعا عشان هيك بموت الإنسان من سم الأفعى أما الأشخاص اللي أكلوا التمر اللي أكلوا 7 تمرات عجوة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حطوا تخيلوا حطوا القطرة من سم الافعى على الدم وبعدين حركوه ضلوا سائل ضلوا سائل ولا ما تخثر ولا تخثر رجع ابدا ما تخثر هذا الجميل حقيقة. في 7 تمرات عجوه فاذا اتفقنا انه في سم تاع الكبد وسم هذا فالتنين بيعالجوا يعني فعلا السمين بيعالجهم وبيشفيهم تماما يعني فعلا لو واحد في يوم كان ماكل التمر او خلينا له فتره بياكل التمر وفعلا كان في افعى لا سمح الله وحصل ما حتأذي ايوه هذا الجزء الاول هلا ندخل بالجزء الثاني اللي قال عنه نبي ولا سحر هلا شو السحر بقول الله سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب بقول فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم هاي الايه الاولى وبقول كمان الله سبحانه وتعالى في سوره طه بقول يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فهو السحر هو مش طبيعه مش تغيير في طبيعه الاشياء زي ما بقول دكتور عبد الباسط بقول انه هي يخيل الله سبحانه وتعالى ذكر السحر في القران يخيل يعني هو ما من غير طبيعه الاشياء ولكن تغيير في نظره العين في للاشياء في الرؤية. ايوه في الرؤية عشان هيك سيدنا موسى وقت ما رمى الحبال لما السحره رموا الحبال فكروا انها حياه هي حياه تسعى وهي ابدا هي حبال فاذا هذا السحر تغيير في نظره الانسان لله فبقول الدكتور عبد الباسط انه لما نحن ناكل 7 تمرات عجوه شو بصير تتلون الطبقه
هلا الانسان فيه عنده سبع طبقات تحيط به. أكيد. الهالات هم الهالات او الشقرات او نعم. او الجسم الاثيلي. هذا الدكتور عبد الباسط أيوة. هذا الموضوع لها يعني اسماء كثيره. فعندنا الطبقه الاخيره حتظهر لنا صوره. هلا الطبقه الاخيره عندنا كل طبقه لون معين. نعم. الطبقه الاخيره اللي تشوفوها بالصوره طالعه باللون البنفسجي. هاي الطبقه السابعه. هم سبع طبقات. نعم. وجدوا انه سبحان الله اللي بياكل سبع تمرات عجوه على الريق تلون الطبقة الأخيرة السابعة باللون الأزرق، وهذا اللون الأزرق لا تخترق العين التي تسحر اللون الأزرق ولا حتى الجن ولا أي شيء. فبتصير في حماية من حوالين جسم الإنسان من هذا الشيء سبحان الله من سبع تمرات. يعني عرفتي السحر للمشاهدين بالبداية إنه مجرد تلاعب في الرؤية، إنما لا يغير شيء من طبيعة المادة. لا يغير من طبيعة الأشياء. نعم. وهي المادة الزرقاء هي اللي بتساعد الإنسان على عدم اختراق جسمه بحيث انه يقدر يتغير على رؤيه الماده الامامه. طبعا الجميل انه كمان هذا الكلام اللي حكاه باكدوا حادثه صارت مع داعي الاسلامي احمد ديدات. طبعا هو داعيه مشهور بيعمل مناظرات بين الدين الاسلامي والدين المسيحي. المهم انه كان في عالم سويدي اسمه روبرت كندي. طبعا هاي القصه ذكرت في جريده الاتحاد وجريده الدستور. شو بقول هاي الحادثة؟ بتقول على انه هذا العالم السويدي روبرت كندي كان عنده يعني حب انه وشغف يقيس هاي الطبقات الجسد الاثيري بنقولها او الشقرات او الطبقات النورانية اللي حوالين الانسان. كل انسان فيه طبقات بتحيط فيه، فكان يحب يقيسها. وجد كما ظهرت هون عنا بالصورة، وجد انه معظم الاشخاص اللي في اوروبا وجد عندهم الطبقات مش واضحة. شايفين هون عنا بالجهة كيف متقطعة، عنا بالجهة الشمال هون عنا مش واضحة الصورة يعني، أو الطبقات. لما تكون الطبقات مش واضحة معناته الإنسان سلبي. نعم. معناته عنده سلبية، عنده مش لما تكون الطبقات هاي معناته بيعيشوا معظم الأشخاص بقلق وتوتر. نعم. أشخاص اللي عايشين في أوروبا. فهو استغرب ولا شخص منهم كان عنده طبقات واضحة. فقام إجى الشيخ أحمد ديدات وهو مسلم قال له للعالم روبرت كندي، قال له ممكن تقيس لي أنا الطبقات؟ فقال له يعني هو يعني رحب بالفكرة وقاس له الطبقات. فلما قاسها وجد إنه الشخص الوحيد كانت الطبقات واضحة. فقال له الشيخ أحمد ديدات لا أنا رح أخلي الطبقات تكون أوضح من هيك. قال له دعني أغتسل الاغتسال الإسلامي. عم هو اغتسل الاغتسال الإسلامي، فرح قاس الطبقات بعد الاغتسال. نعم. فما لقى الطبقات أشد وضوح ظهور أكثر. فقال له لا رح أخلي الطبقات، الشيخ أحمد ديدات بيقول له رح أخلي الطبقات أكثر وضوحا وأعلى. فقال له شو بدك تعمل؟ قال له دعني أصلي. فأم هو راح صلى. سبحان الله بعد ما صلى انه اجى بدي يقيس الطبقات. نعم. وجد انه الجهاز بطل يقيس، صارت الطبقات توصل لاعلى مدى. طبعا عشان هيك اسمها صله، هي صله يعني خلص وصلتي انت لمرحله كثير عاليه مع. نعم. هذا. نعم. فبالتالي الطبقات صارت اوضح. وهذا كمان اصلا اللي بياكدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول انه يقول ابو هريره اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. فاذا نعم. وضوء على وضوء، نور على نور. شو يعني غرا محجلين؟ الغره هي بياض في وجه الفرس. انت عارفين الفرس كيف بيكون في عنده بياض ما بتغير. صحيح. فنفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف في امتي يوم القيامه بالبياض في وجههم وبايديهم بالتحجيل وهو في يديه ورجليه. فان فهذا بياكدوا الدراسات على انه وضوء على وضوء، نور على نور. نعم. ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك معلومات روعة. ما شاء الله عليك والحديث تحدث فيه طيب، وإن شاء الله إنه قدمنا فائدة للناس يعني الآن تبلش ممكن يعني نأخذ بالأسباب دائما. أيوة. وبشكرك كثير. على بعد ما في كمان كنت أحكي شيء بالها لأنه هو المخرج كمان قال لي إنه هي المخرج هو إذا المخرج أنا يلا خلينا نحكي المعلومة ما دام فيها فائدة للمشاهدين خلينا نسمع. والمخرج كمان هو قال لي عنها يعني المخرج عنده هالات كثيرة على فكرة. لا لا تفضلي منى. طيب خلينا نحكي المعلومة الأخيرة السريعة عن يعني دائما أنا بقول عن زيادة الوزن وكذا، فبدي أحكي معلومة سريعة عن نقصان الوزن. طبعا أحكي معلومة عن زيادة الوزن، كيف أنا أزيد وزني؟ هاي معلومة سريعة. طريقة نبوية جميلة كانت ستنا عائشة رضي الله عنها نحيفة نحيلة، وكانت تحاول أنها تسمن نفسها، فبت
بتقول سمنوني بكل شيء فلم اسمن، يعني حاولت تسمن نفسها. هذا بينفعني انا بدور انصح طبعا لكل اللي بدهم ايوه كل اللي بدهم يزيدوا وزنهم، فان شاء الله حتفيدهم. فسمنوني فسمنوني بالقثاء والرطب. فسمن شو الا وهو شو القثاء والرطب؟ القثاء هو بقوله نوع من انواع البطيخ النباتي، وهو كما ظهر بالصوره هنا يسمى بمصر الخيار او الفقوس، اللي هو الفقوس اللي نعرفه طب عادي. طبعا هلا المشاهدين فقوس بنصح هلا كل حدا حيستغرب دقيقة شوي، هلا كل حدا يستغرب انه حناكل الفقوس حننصح؟ لا لا انا حفت عليه انا بالعكس لا لازم اي ثينك مع شيء هلا هلا بدنا نحكي طيب. هلا صبر عشان الكل يعني يستفيد. هلا الفقوس لحاله ما بنصح، هلا اقول لكم كيف. هلا فقالت القثاء بالرطب، الرطب اللي هي هاي اللي هي مش التمر، اللي هي اول ما يقطف فهو بيكون شوي طري بلح. ايوه بلح زي هو هذا الرطب. هو بلح ولا انا شايفاه نصه تمر ونصه لا بلح. هو الرطب هيك الرطب بتكون مش تمر طيب. بتكون فيها نسبه الماء الماء عاليه يعني اول ما يقطف لازم ناكله مع الفقوس ايوه. كيف كيف الطريقه بلح. كيف الطريقه؟ الطريقه انه انا اكل جزء من هون، يعني مش حتى تاكل فقوسها لقيمة يعني لحالها، لا لا مش تاكليها كامل وبعدين تاكلي الرطب لا تاكلي لقمه من هون ولقمه من هون. نعم. لقمه من هون يعني اكلتي لقمه من هون تاكلي لازم لقمه لقمه ايوه لقمه لقمه. فالاتحاد هذا بيعمل يزيد الوزن، لازم لقمه من الفقوس. يا منى ممكن استفيد انا حجربها اليوم ايوه جربيها لقمه الفقوس ولقمه من الرطب ولقمه من الرطب. هاي طريقه نبويه طبعا واستفادت عنها عايشه فهي على هاي. انا بس اركز على الفقوس بس لا اللي بده ينحف لحاله ما اللي بده ينحف ما ياكل الاثنين مع بعض. انا حكومه طيب. التنتين حجرب وحاقول لك النتائج. طيب ماشي كيف التمر على السوق؟ بدي انصح انت اليوم ذكي ماسك الفقوس ولا ذكي حتى الفقوس رطب. طيب منعم بشكرك على تواصلك معنا. انت على فكره يعني هاي دخلتينا في موضوع ثاني فبشكرك كثير. ان شاء الله الحلقه الجاي نحكي في موضوع كمان مهم ونضيف ايضا معلومه لكل الاشخاص اللي بتابعونا. بشكرك كثير على تواصلك وان شاء الله نلتقي معك مره ثانيه باذن الله. احنا متاكد مشاهدينا كثير استمتعوا بالفقره تبعك المعلومات الروعه القيمه اللي زودتيها كل عام وانتم بخير وانتم بخير وصحه وسلامه وان شاء الله دائما نستفيدوا منكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين مع الفقره الدينيه والدكتور فراس المجاري، خليكم معنا.